تعداد وسائل النقل المختلفة بالبلاد سبب مشكلات كثيرة، منها الازدحامات وأيضا تشويه لمنظر الشارع. ابقوا يعني حتى نعرف تفاصيل أكثر من خلال لقائنا مع المواطنين. وجود وسائل نقل متعددة بالشارع سبب تشويه للشارع العام؟ نعم، السيارات هواية، كثرة السيارات هواية، الكيات والكوسترات هواية. هسه احنا هنا بغداد جديدة ما تقدرين تعبرين الشارع، من السيارات هواية، وأزي شيء سيارات التاكسيات ما شاء الله خير من الله، كلها السايبة والذنية السيارات، توفر لهم مكانات هم يكون بها بالقراجات مكاناتها بالزعام، يعني حتى ما تقدر تعبرين الشارع. شوفين بدون فائدة وجود مثل هكذا يعني عدد من وسائل النقل مختلفة بدون فائدة؟ اي والله اكو بين بدون فائدة، هواية كيات هواية. اكو السيارات ما تستحق تمشي بغداد، مثل السايبة بأنواعها يعني حاليا. طيب شنو المشكلات اللي سببتها هاي الوسائل النقل بالشارع؟ سببتها كثر السيارات، يعني ازدحامات، يعني هي شوارع ضيقة ما تتحمل، يعني ساعة يقول بغداد فد مليون سيارة، هسه بغداد بها بالأربع خمس ملايين، ما عدا تيك تيك، الستوتة، الدراجات، الألعاب اللي مدخليها ألعاب او ولاديه يسموها بناتيها. أيوة تشوف الدراجات، تشوف صغيرة. تشوف مثل هيك وسائل وجودها انه يعني بدون فائده، بدون يعني بدون فائده، يعني هسه ذني الكيات يصفوها. شنو تعاني انت من وسائل النقل؟ من شنو تعاني منها وسائل النقل هسه الموجوده؟ يعني حضرتك كمواطن رايح الباب الشرقي، يعني ما يقارب رادي ساعه ونص، وهي النفر ب 500، ما اقدر اخذ تاكسي، إذا وقفوا بتاكسي يقول لي 8000 7000، هاي أعاني من عندها. إي. يعني وجود تكاسي لكن أسعارها غالية. غالية، يعني التاكسيات كلش غالية ببغداد، حيل غالية. وجود وسائل مختلفة بالشارع سبب تشوه للمنظر، الشارع، الزحامات. الازدحامات، الشارع، يعني فوضى، عبارة عن فوضى. زين؟ يعني ماكو التزام. زين؟ الشوارع هي مزدحمة بالسيارات، تعرفين العالم هواي. شوف وجود هذا العدد الكبير من وسائل النقل من دون فائدة؟ اي يعني بدون فائدة، لازم يشون يكون قانون يمشي على الكل، التزام، قانون، حتى الناس مثل ما يقول تمشي على بر الأمان. زين ليش بدون فائدة برأيك؟ يعني يجوز اكو اسباب، ماني ما اعرفها، اكو اسباب ما يعني مثل ما يقول. زين الكيات والباصات حلت ازمه نقل من خلال اكو بعض الكيات ما توصل لنقاط محدده؟ اي نقاط محدده، اي يعني اي يعني مثلا شلون يقول يعني يوقفون اللي مكان مخصص لهم، يعني العبريه تعرفين الناس حار وجو حار، تصير مثل الهورسه يعني فوضى.